برعاية الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، يتشرف الأستاذ الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة بدعوة حضراتكم لمتابعة حلقات مبادرة وعي. لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان. أبناء الشباب مساء الخير. بمناسبة الندوة المراقبة حول ثقافة القانون وحقوق الإنسان، أولا أشير لنقطة لعل حضراتكم تهتموا بها وتكون محور اهتمامكم. دائما الحقوق نحن حريصين على ممارستها، ولكن في نفس الوقت في زاوية مهمة، الحقوق تقابلها واجبات، الحقوق تقابلها التزامات. زي ما لي حق في استقلال المركبة، قيادة المركبة، السير بالمركبة، لكن الحقوق دي لابد، لكن مثال بسيط انت ممكن انك تلمسه في يومك وحياتك المعاشره، لكن لازم تمارسها بالقدر الذي يحفظ حقوق الاخرين. زي ما انت عايز تتوجه الى القبله اللي انت متوجه اليها، في غيرك ايضا في حاجه الى انه يتوجه الى قبلة أو الهمة أو الشيء من هذا القبيل. فأنا أحب أود أن أشير إليه أني نرحب بفهم فكرة الحق في ضوء أن الحق يقابله الالتزام منك ومن الآخرين. أنا ضربت مثال بسيط بالحقوق في السير، في السير في الطرقات بالمركبات او حتى بالمشاة، لكن انت ممكن تقيسها على كل سائر مناحي الحياه، حقوق الاب وحقوق الام وحقوق الزوج وحقوق الزوجه، كل دي حقوق تقابلها التزامات. حق الزوجه في النفقه يقابله التزامها بالطاعه، حق الابن في الرعايه الابويه يقابله التزام بمعرفة الواجبات التي يجب انك انت تحرص عليها ازاء الابوين وهكذا. اذا دي رسالة قصيرة ارجو ان احنا نعيها واذكر نفسي انا ايضا بها، مش على سبيل النصح يعني او الدروس، لا انا اذكر نفسي ايضا بها ان احنا في ممارستنا للحقوق نتذكر ان الاخرين ايضا لهم حقوق، وحقوقك وحرياتك تنتهي حينما يبدا الاخرين في ممارسه حقوقهم وحرياتهم. كلمه اخيره بمناسبه الالتزامات المقابله للحقوق، احيانا تجد شخص لا يؤدي الالتزام بتاعه، لا تجاريه، لا تتصرف بنفس الطريقة وبنفس الوتيرة التي يسير عليه، وتقول المجموعة تسير على هذا المنوال. لا، الصح صح، كن على حق، وكن أنت شخصية جاذبة، شخصية لها استقلاليتها، وبمرور الوقت ولن يكون طويلا ستجد من يتبعك وستجد نفسك نموذج يحتذى. دي كلمة قصيرة أرجو أن يعني بقدر الإمكان نعمل بها. أتمنى لكم التوفيق، شكرا جزيلا.